لا تزال المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول في حجم احتياطات النفط المؤكد لأكثر من ربع تريليون برميل، لكن إجمالا فإن 40% من الاحتياطات النفط المؤكدة عالميا تحتاج إلى أن يكون سعر البرميل أعلى من 80 دولار حتى يكون مربحا. دعونا نلقي نظرة على حجم الاحتياطات المؤكدة من النفط عالميا والتي تصل إلى حدود 2 تريليون و200 مليار برميل، 73 ضعف حجم الانتاج السنوي من النفط تمثل هذه الاحتياطات، و30% هي حصة النفط غير التقليدي الصخري أيضا من هذه الاحتياطات، و33% من الاحتياطات المؤكدة توجد في حقول بحرية. حجم الاحتياطات المؤكدة بالنسبة للدول عالميا، ما زالت المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بحجم يصل إلى 276 مليار برميل، أما الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 263 مليار برميل من هذه الاحتياطيات، وفي المرتبة الثالثة روسيا ب 181 مليار، كندا 158 مليار، وإيران قرابة 135 مليار، قرابة 842 طبعا هي من أوبك، ومن خارج أوبك قرابة المليار و356 برميل. الولايات المتحدة الأمريكية لديها احتياطيات النفط المؤكدة تصل كما ذكرنا إلى 263 مليار برميل، لكن 50% من هذه الاحتياطيات المتوفرة للولايات المتحدة الأمريكية هي نفط صخري، و80 مليار برميل وحدها متمركزة في تكساس، في ولاية تكساس فقط. سعر النفط الأمثل حتى تستطيع الشركات وحتى الحكومات أن تستفيد من هذه الاحتياطات المؤكدة والتي ذكرنا أنها تبلغ أكثر من 2 تريليون و200 مليار برميل، 40% من هذه الاحتياطات فقط تحتاج إلى قرابة سعر برميل يصل إلى أكثر من 80 دولار حتى تستطيع الشركات أن تقول بأن هذه الاحتياطيات تعتبر مربحة وحتى تبدأ بعملية الاستكشافات لديها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد سرور الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي. أهلا بك معنا دكتور محمد، شكرا على وجودك. يعني ما زال الحديث عن المراكز ما بين الاحتياطات المؤكدة، منافسة ما بين المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة وكذلك روسيا. اليوم تعود من جديد المملكة العربية السعودية إلى الواجهة في هذه الاحتياطات المؤكدة بقرابة 276 مليار برميل. لكن السؤال اللي ما زال مطروح، القدرة على استخراج هذه الاحتياطيات وفقا يمكن للتكنولوجيا الحالية دكتور، وقدرة المملكة على الاستفادة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع حينما نقول أن هذه الاحتياطات احتياطيات مؤكدة، نعني بذلك أمرين. الأمر الأول هو أنه وفق مستوى التقنية الحالي، التكنولوجيا الحالية القائمة السائدة، والثاني أن استخراج هذه الكمية بكاملها هو مجدي اقتصاديا، بمعنى آخر عند مستوى التكلفة السائد حوالين هذا المستوى. صحيح أن هنالك تدرج في ارتفاع التكلفة عبر الزمن، لكن تظل المملكة من أقل، المملكة العربية السعودية من أقل الدول تكلفة في إنتاج الزيت التقليدي، وهي في حدود أقل من 10 دولار للبرميل. نعم. لكن هنا تتحدث عن التكنولوجيا يعني تشمل كل الدول، أم هي قدرة الحكومات أو حتى السعودية على توظيف هذه التكنولوجيا؟ لأنه عم نشوف تطورات هائلة دكتور حتى بالولايات المتحدة. التطورات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام هي الخاصة بالنفط الصخري، لأن هذا النفط كان مكلفا بشكل كبير، وكانت تصل التكلفة إلى أكثر من 80 دولار للبرميل. الآن مستوى التكلفة انخفض إلى أقل من 40 دولار للبرميل، وفي بعض التقديرات تقول أنه وصل 25 دولار للبرميل، لكن لا زال هذا المستوى. طبعا هذه التقنية تحسنت بشكل كبير، وستأخذ الفجوة بين النفط الصخري أو النفط غير التقليدي والنفط التقليدي في الانحسار تدريجيا، بمعنى التكلفة، تكلفة إنتاج النفط التقليدي وتكلفة إنتاج النفط الغير التقليدي ستأخذ في الانحسار تدريجيا إلى أن تقترب من بعضهما البعض.
نعود لتوازن السوق لأنه هو الحديث الأساس الآن يعني دكتور، والأحاديث اللي عم نسمعها أنه السوق بدأ بعملية التوازن بعد عملية الاتفاق ما بين دول أوبك، بس الأسعار حتى الآن ما زلنا عم نشوفها تعود دون مستويات $50. للأسف أنا أتصور، والدكتور محمد بركندو الزميل لي طالما عملنا سوية كأمين عام لمنظمة الأوبك، على منظمة الأوبك أن تعي تماما أن هنالك الكثير من المتغيرات التي يجب أن تراجعها باستمرار. السوق ليست في توازن، لا زال الفائض مستمر ولا زال الفائض يقاوم بالرغم من التخفيض الذي حدث في مستويات الإنتاج، وبالرغم من تراجع منصات الحفر اللي شهدناها. التراجع كان الأسبوع الماضي فقط. نعم. بمقدار منصة واحدة. وهذا مؤقت، أنا في تصور أنه ستعود مرة أخرى المنصات إلى الارتفاع من جديد. وبالتالي لابد أن لا نتأثر بالتغيرات هذه الأسبوعية في عدد المنصات أو في حجم إنتاج الإنتاج الأمريكي انخفض أيضا في الأسبوع الماضي بشكل بسيط، لكن لا زال الفائض قائم. وأتصور أن الأوبك عليها وبسرعة مراجعة اتفاقها. تذكرين عندما اتفقت الأوبك في نوفمبر الماضي وتبعها اتفاقها مع دول من خارج الأوبك، الأسعار تحسنت حتى قبل الاتفاق واستمرت في التحسن إلى أن وجدت أن مستوى الالتزام غير جاد. صحيح. لم يتكن هنالك جدية في الالتزام. الآن الالتزام أكثر جدية. وإن كانت بعض الدول لا زالت غير ملتزمة. يغطيها زيادة التزام المملكة بمزيد من التخفيض عن الحصة التي التزمت بها. ولذلك هذه أعملت نوع من الماسك لمستويات الالتزام. لكن الشيء الجديد الآن الذي لابد أن تأخذه الدول الأوبك في الاعتبار هو زيادة إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا. الآن في زيادة في إنتاج أوبك بما لا يقل عن 300,000 برميل يوميا. نعم. جزء منها عدم الالتزام، لكن الجزء الأكبر نتيجة للزيادتين هذه. فلابد من إجراء مزيد من التحليل، مزيد من أجل إدراج هاتين الدولتين، وأيضا متابعة إيران. ترى نحن كأنما نسينا إيران. إيران بتزحف بإنتاجها إلى الأعلى. الآن تجاوزت 3.8 وستستمر في التجاوز في الفترة القادمة. لذلك هذا يفسر أنه الأوبك وضعت الاتفاق وكأن ونامت بعدها. وآسف لاستخدام هذه الكلمة. لكن السوق ديناميكية. هنالك الكثير من التحرك. كثير من المتغيرات. وأيضا مستوى الانتعاش في الاقتصاد العالمي، هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي لا زال خصوصا من الصين، من الصين. الصين لابد ان نراقبها لانه هنالك الكثير من الحديث عن انخفاض في الطلب الصيني. الان نرى انه بالرغم من التفاؤل الكبير الذي يوحيه بعض وزراء الاوبك، الا ان معدلات نمو الطلب العالمي على البترول بتنمو لكن بمعدلات منخفضة مقارنة بالسابق. وهذه لابد أن تأخذ في الاعتبار. هنالك تغيرات هيكلية حدثت في جانبي العرض والطلب. منحنى العرض اتجه نحو اليمين، منحنى العرض اتجه نحو المزيد، يعني عند كل مستوى من مستويات الأسعار هنالك مزيد من الإنتاج، وعند كل مستوى من مستويات الأسعار هنالك طلب أقل. على مطالبة بمراجعة أخرى، مراجعة مهمة جدا، ومتابعة وتوعية بعض وزرائنا الحديثي التجربة. نعم. مع كل احترامي الشخصي وتقديري لهم. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. شكرا. محمد سرور الصبان، وأنت المستشار الاقتصادي والنفطي، على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا.